وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريديريخ في أقل من شهر إقرار بوجود نحو 700 إرهابي من أصول أوروبية في صفوف العصابات الإرهابية في سوريا. والخشية الألمانية تكمن في عودتهم لأوروبا على اعتبار أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الأوروبي. ما الذي دفع الحكومة الألمانية للإقرار بوجود مئات الإرهابيين الأوروبيين في سوريا؟ وماذا يخفي هذا الإعلان في ظل الحديث عن تسوية سياسية للأزمة؟ فبعد أقل من شهر على الإقرار بوجود نحو 30 إرهابيا ألمانيا يقاتلون إلى جانب العصابات المسلحة في سوريا، يعود وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريخ يضاعف الرقم حوالي 24 مرة قائلا إن نحو 700 إرهابي من أصول أوروبية يقاتلون في سوريا، ويحذر من أن هؤلاء قد يفكرون بالعودة إلى البلدان الأوروبية، وأنه لا بد من وضع سياسة جديدة تمنعهم من معاودة دخول القارة العجوز. الخشية الألمانية ليست في كون هؤلاء يحاربون الحكومة السورية، وإنما في عودتهم إلى أوروبا. ففي تصريحات سابقة للتلفزيون الألماني يؤكد فريدريخ أن هؤلاء الإرهابيين يشكلون خطرا على الأمن القومي لبلاده، معتبرا أنهم عندما يكونون في سوريا فإنهم سيتدربون على استخدام المتفجرات والسيارات المفخخة وجميع سبل القتال، ويخشى من عودتهم واستخدامهم تلك الخبرات. سبق هذا الإقرار لوزير الداخلية الألماني كشف الأجهزة المختصة في سوريا لأسلحة ممهورة بأسماء الدول الأوروبية كبلجيكا وألمانيا بأيدي العصابات الإرهابية، ما يؤكد تسهيل الحكومات الأوروبية لنشاط من تسميهم الجماعات الجهادية وغض النظر عن تجنيد الشبان فيها. عندما يذهب الشباب من بلجيكا أو من هولندا إلى سوريا فهذا جهاد. كيف خرجوا من هذه المطارات؟ القانون ينص على أن هذا الولد، هذا الشاب القاصر، ينبغي أن تكون له أن يكون معه إذن من والده، وهذا الإذن يؤتى من البلدية. فكيف يذهب هؤلاء الشباب، وكيف يخرج هؤلاء الشباب، وكيف يسمح لهم بالخروج من هذا المطار؟ لا شك أن الدولة لها دور كبير جدا في هذا. ولكن ما إن استشعروا خطرهم وحصلت تفجيرات بوسطن في الولايات المتحدة حتى أصبحت هذه العصابات إرهابية، وهي بالأساس لم تكن بنظرهم إلا مشاريع مستقبلية للإرهاب. في سوريا يتم استخدامهم فقط للقتل، وأنهم لا يمكن أن يحدثوا فرقا كبيرا هناك. والمشكلة الكبيرة لمجتمعنا هو أنه عندما يعودون فهم يعودون كإرهابيين ويشكلون خطرا حقيقيا على مجتمعنا. بعض الراديكاليين الغربيين يدعون إلى ربيع أوروبي يوقظ الغرب من الشتاء العميق عبر طرد الجهاديين المتطرفين وسحب جوازات سفرهم، إذ لا مجال للتعددية الثقافية على حد زعمهم إذا كان الأوروبيون ضحايا قادمين لإرهاب هؤلاء.